روسيا تنقذ الجزائر من المجاعة وترسل لها سفينة محملة ب30,000 طن من القمح. قالت هيئة مراقبة السلامة الزراعية في روسيا اليوم الخميس إن موسكو أرسلت سفينة محملة بأكثر من 30,000 طن من القمح إلى الجزائر من ميناء تمان على البحر الأسود الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة للرويترز أن أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم تسعى جاهدة لدخول السوق الجزائرية، وتخطط لإرسال سفينتين بحمولة إجبارية 60,000 طن من القمح إلى الجزائر هذا الشهر. وذكرت هيئة مراقبة السلامة الزراعية أنه يجري تحميل السفينة الثانية الآن. وأضافت خصائص جودة الحبوب التي تلبي بالكامل متطلبات البلد للمنتجات المستوردة جرى تأكيدها بواسطة مختصين من الجهة الرقابية الروسية.